إن شاء الله ما أكون عم أزعجك. لا أبدا. سمعتي الأخبار مو هيك؟ كيفك أنت؟ كيفني؟ كيف مبين؟ بصراحة قولي مو منيح. وأنا هيك حاسس أصلا. كنان أنا زعلت كتير لما سمعت بموضوع أخي أحمد، فورا فكرت فيك. ما عرفت شو بدي أعمل وما قدرت أفكر بشي. هزن كل شي صار فجأة. بعرف، بس كل شي رح ينحل صدقني، والشمس رح ترجع تشرق من جديد. أنت اللي عم تقولي هالشي؟ إيه أنا اللي عم أقوله. رح يجي يوم وكلياتنا نرتاح، عندي إيمان بهالشي. ما بعرف، يمكن مكتوب أني عيش التعاسة كل حياتي، يمكن نحنا لازم نعيش تعيسين لينبسطوا التانيين. هلأ عم تفكر هيك لأنه عقلك مشوش. ما عندي إيمان بأنه في شي رح يتحسن. أرماك، أرماك على فراش الموت، وأخي بالسجن. أرماك رح تتعافى صدقني. إن شاء الله. هزال، شو عم تعملي هون؟ كيف بتجي لهون من دون ما تخبريني؟ فورال، اجيت لشوف أرماك. حاجة تصرخ، هذا مشفى. انت لا تحكي ولا كلمة. عرفت شو عمل أخوك الأعراج؟ أكيد انت اللي قلت له يقتل أمي. فورال خلاص، خليه يحكي. رح حاسبكن اتنيناتكن، واختي يلي هي مرتك عم تموت جوا، وانت قاعد هون مع هزال، رح اقتلك انت وأخوك الأعراج. وقف وقف. ما قلت لك ما تروحي على أي مكان من دون ما تخبريني؟ بكفي، بالبيت منحكي، وأنا عندي شي بدي أقول لك ياه.